السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد، وأعتذر عن الإطالة بسبب أنه كان عندي فترة امتحانات، عشان كذا انتظرونا في حلقة جديدة. حلقتنا اليوم راح تكون جدا مهمة ومشيقة، وأيضا ممكن تسبب في وفاة العديد من الناس، إنها المؤامرة. اليوم راح ناخذكم في رحلتين، رحلة إلى أمريكا قديما، ثم راح ناخذكم في رحلة سرية نخليها في وقتها. خلونا اليوم ناخذكم إلى الرحلة الأولى وهي إلى أمريكا. أعرفكم تحبون أوروبا أنتم. تحكوش ليه؟ فناخذكم إلى أمريكا قبل ما الأمريكان يقتلون الهنود الحمر، وتم استخدام أول سلاح بيولوجي لقتل الهنود الحمر، وكان هذا السلاح عبارة عن فيروس، وهذا الفيروس هو الجدري. أيوه الجدري. وبعض الدراسات قالت أنه من 60 إلى 90% ماتوا من الهنود الحمر بسبب هذا الفيروس. طبعا احنا نتكلم قبل مئات السنين، وهذه مئات السنين نعني فيها أنه ما كان في طيارات، ما كانوا الناس بيسافروا كثير، فكانت أنه يزرعوا هذا الفيروس أمر كويس بالنسبة لهم، وانه ما راح يتضرر واحد من الامريكان لانه لسه ما كانوا عايشين في هذه المنطقة. حطوها في بالكم هذه، لانه هنحتاجها في نهاية الحلقة عشان نتكلم عن بعض المؤامرات اللي تصير حول العالم. سيداتي سادتي، اهلا بكم في الرحلة الثانية الى الصين ووهان. استعدوا للاقلاع، الرجاء التزام الهدوء واخذ مقاعدكم في مقاعدكم، لاننا سوف نذهب. استعداد. ما توقعت هذا الخوف اللي نازل عليكم؟ ليش لما قلنا نروح إلى منطقة ووهان وناخذكم في رحلة إلى الصين الكل خاف؟ Oh look, there's one guy who slept through this whole thing. Hey buddy, wake up. We're all about to die. What? What are you talking about? Yeah, I thought I should wake you up. Nobody wants to die in their sleep. Oh my god, no! I have a family! خلونا طيب نروح للصين في خمسينيات القرن الماضي. عاش الصينيون في فترة مجاعة قاتلة. هذه المجاعة أدت بهم إلى أكل الأخضر واليابس، عشان كذا في الصين بتلاقيهم بيأكلوا كل شيء، كل شيء بمعنى الكلمة، بيسبح، بيمشي على الأرض أو بيطير في السماء بيأكلوه، وأصبحت هذه عادة عندهم. لا يوجد طعم مميز في هذه الأكلات أو في هذه الوجبات، حتى السياح الذين ذهبوا إلى الصين جربوا بعض هذه الأكلات ووجدوها مقززة. ولكن تجد العديد من الصينيين يذهبون إلى هذه الأسواق من أجل أن يشتروا هذه البضائع أو هذه المأكولات. طيب لماذا نتحدث عن الصين؟ اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم، ألا وهو كورونا، المخطط الأمريكي. بما أنه اليوم راح نتكلم عن الفيروسات وسبيسيفيكلي خصوصا فيروس كورونا، لازم نتكلم عن الفيروسات بشكل بسيط عشان نفهم آلية عملها. أولا الفيروسات ما هي بكتيريا ولا هي فطريات، ما ممكن تستخدم مضاد حيوي عشان تقضي على الفيروسات. أيضا الفيروسات لا يمكنها العيش خارج يعني جسم الإنسان أو جسم مخلوق حي، يعني برا ما تكون عايشة، ما لها وجود، بح ما هي موجودة. ثانيا الفيروسات عندما تأتي إلى جسم الإنسان، نحن في أغلب الحالات ما بنعالج الفيروس أو ما بنقتل الفيروس، كل اللي علينا أن نستخدم عادة علاجات تؤدي إلى تخفيض أعراض هذه الفيروسات، بعد ذلك يقوى الجسم المناعي ويطرد الفيروس برا جسم الإنسان عدا بعض الفيروسات. بما أنه راح نتكلم على كورونا، واسم كورونا أوتي من شكلها تحت الميكروسكوب، إنها شكلها شكل الكراون أو التاج، عشان نسمى كذا فيروسات التاجية. وكما أن كورونا هي عائلة كبيرة من عوائل الفيروسات، زيها زي أي واحدة من الفيروسات الأخرى، عندنا فيروسات مثل الهربس، في منها أنواع كثيرة تجيك تروح من غير أي مشاكل، عدا واحد من الأنواع ممكن يسبب لك السرطان لا سمح الله. كذلك فيروس كورونا في مجموعة من الأنواع وقد تكون جتكم. لما نتكلم على الهيربس ولا الكورونا ولا الإنفلونزا، فكل هذه الفيروسات عندها نفس الأعراض وهي أعراض البرد. بمعنى آخر إن لما تجيك أعراض البرد ما معناته إنفلونزا، ممكن تكون إنفلونزا، ممكن تكون كورونا،
وممكن تكون أعراض البرد العادية. إحنا دائما بنعالج الأعراض. لاحظ إنه لما تجيك كحة ولا حرارة ولا أي حاجة بتأخذ بنادول، بتأخذ باراسيتامول، بتأخذ بعض العلاجات المهدية للحرارة وغيرها، بعد يومين ثلاثة أيام أربع أيام مع شوية ليمون والحاجات العادية اللي تقوي المناعة صير ما فيك شيء أصلا. لكن بعض الأحيان عندما لما تكون هذه الأعراض بعد ما نأخذ سواب أو مسحة من فمك ونكتشف إنه هذا بسبب فيروس الإنفلونزا، بنعطيك علاج مضاد فيروس الإنفلونزا. عموماً نحن بنعالج الأعراض، لكن في بعض الحالات بنعالج الفيروس نفسه. الشيء الثاني، لما يدخل الفيروس في جسم الإنسان بيدخل في حالة ضعف مناعة جسم الإنسان، مما يؤدي إنه البكتيريا أحياناً تستغل هذا الضعف وتبدأ تتكاثر في مناطق معينة. عشان كده في بعض الحالات بنستخدم المضاد الحيوي علشان نقضي على البكتيريا اللي استغلت هذا الموقف، مش عشان نقضي على الفيروس. كورونا زي ما قلنا ممكن يكون جاك في أي لحظة، وأعراضه زي أعراض البرد، حرارة، كحة أو سعال، مع صداع، مع أشياء كثيرة. لكن إيش يميز كورونا الجديد؟ قبل ما نروح على إيش يميز كورونا الجديد، نشوف أنواع كورونا السابقة. عائلة فيروس كورونا عائلة كبيرة منذ القدم تعيش وتتعايش مع الإنسان، إلى أنها في يوم من ذات الأيام قررت أنها تعشر نفسها وتيجي علينا نحن البشر وتسبب لنا بعض الأمراض. فبدت القصة من عام 2002، واختارت هذا اليوم لأنه تاريخ مميز صراحة. وبما أنه هذا الفيروس اختار يوم وتاريخ مميز، عام 2002 قرر يجي وين؟ في الصين. فجاء سارس. سارس هو الفيروس اللي جاء في الصين في عام 2002 وأدى إلى موت 800 شخص من أصل 8000 شخص، أي بما يعدل 10-11% من الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الفيروس ماتوا. بعدها بفترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات جاء بشكل ميرس. ميرس هذا برضه فيروس من أنواع فيروسات الكورونا اللي هو أو الفيروسات التاجية، جاء في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في السعودية عن طريق الجمال. ثم بعد فترة وجيزة لا تزيد عن 7 سنوات حتى أتى الفيروس الجديد أو فيروس الصين، ووهان فيروس كورونا، وإلى الآن لم يتم تسميته. إيش معنى مرتين جت في الصين؟ زي ما تكلمنا في البداية وأخذناكم في رحلة ما قبل في منتصف القرن الماضي، إنه الصينيين بيأكلوا كل شيء، بيأكلوا كل شيء حرفيا. فإلى الآن الدراسات كلها تقول إنه كورونا بيجي أصلاً عن طريق الخفافيش، ثم ننتقل للجمال، ثم الآن ينتقل لبعض الحيوانات البحرية اللي أصلاً كانت ووهان مشهورة في الأشياء البحرية. فعشان إنهم يأكلوا أخضر واليابس صارت عندهم هذه المشكلة وبدت من عندهم. هل نحن نخاف مرة ثانية من كورونا اللي موجود في الصين؟ رسمياً وإلى الآن ما لازم نخاف. ليه؟ لأنه زي ما قلنا في شرطين عشان يكون الوباء عالمي وانت تخاف منه. الشرط الاول اللي هو سرعة انتشاره بين البشر وبين الحيوانات، وكورونا الان عنده هذا الشرط، فهو تقريبا اذا كان واحد مصاب في حوالي 5 اشخاص اقل شيء 4 اشخاص راح يصابوا، وهذه مشكلة. الشرط الثاني زيادة معدل الوفيات فيما فوق 50% او اقل شيء 10%. فيروس كورونا لو لاحظتوا الاول اللي جاء في الصين عام 2002 كان بيقتل من 10-11%. كمان عندنا فيروس إيبولا لما أصدر إنه هو وباء عالمي كان بيقتل 50% من الأشخاص المصابين، بمعنى لو كانت عائلة 10 أشخاص 5 أشخاص رح يموتوا. لكن لما نجي على كورونا الآن الجديد اللي في ووهان، فهو معدل الوفيات من 3-4% من عدد المصابين. بمعنى آخر إذا في 50 شخص مصاب ممكن يموت 2-3 أشخاص فقط. فإحنا عندنا سبب، والسبب الثاني إلى الآن هذا لصالحنا. الشيء الثاني طرق انتقاله ليست صعبة، يعني إحنا ممكن نتجنب طرق انتقاله. هو ينتقل عن طريق الكحة والرذاذ، عن طريق اللمس، وعن طريق الاحتكاك المباشر، وعن طريق عدم النظافة. من سبب أو أسباب طرق انتقاله ممكن نتجنبه عن طريق وضع الكمامات، تجنب الأماكن المزدحمة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل قبل الشرب، دخولك برا أي مكان بتروحه غسل يدك، أوكي؟ وغير كذا النظافة العامة، وعندنا شوية شوية السلامة، شوية شوية، خصوصا لو كنت شايف واحد
فيه كحة أو فيه أعراض البرد. امشي أنا! امشي غور! امشي أنا! نجي للنقطة المهمة، متى أقول أنه أنا مصاب بكورونا أو عندي احتمالية أني أصاب في كورونا؟ مدة الـ occupation period اللي هي مدة حضانة الفيروس 5 أيام، يعني لو عندك نزلت برد لمدة 5 أيام أخذت لها مع حرارة وأخذت لها بعض العلاجات المهدية مع شوية ليمون والحاجات الثانية ولا تزال هذه الأعراض فيك وكل مرة تزداد حاول تلحق نفسك تروح أقرب مستشفى عشان يفحصوك. متى تؤدي حالات الوفاة أو متى تحدث حالات الوفاة في حالات كورونا؟ جميع الحالات إلى الآن اللي حصل لها حالة وفاة هي حالات immunocompromised، أي بمعنى أنهم عندهم ضعف في المناعة، أي بمعنى أنهم إما كبار في السن أو صغار في السن أطفال أو أشخاص عندهم أمراض مناعية مثل الإيدز وغيره. غير كذا أنه كمان بعض الأشخاص اللي يصابوا بالفشل الكلوي، واحدة أو اثنين من أهم أعراض الكورونا لما تكون متطورة إنها تسبب لك حاجة اسمها نيومونيا، وهذه بتؤدي إلى حاجة اسمها ضيق في التنفس. تمام؟ ضيق في التنفس لما يوصل الفيروس للرئة بيبدأ بعمل inflammation أو التهاب مما يؤدي إلى ضيق في التنفس. غير كذا وجدوا أن الأشخاص كمان اللي توفوا كانت من أسبابها أن الفيروس هذا بيصل إلى الكلى ويسبب فشل كلوي. بمعنى آخر أنه حتى الأشخاص اللي وضعهم كويس، الأشخاص اللي شباب وصحتهم كويسة ومناعتهم كويسة لم يصابوا بشيء غير شوية كحة والأشياء الثانية وتم معالجة الأعراض وطلعوا سالمين، فلا داعي للخوف. غير كذا إنه دائماً إحنا بنخاف من الأمراض أو من الوبائيات لأنه ما بيكون في شخص داعم للأبحاث وغيرها، لكن الآن إحنا نتكلم على ثاني أكبر دولة في الاقتصاد الصين، وقد دفعت 10 مليار دولار إلى الآن فقط من أجل الأبحاث. غير كذا بنت مستشفى كبير يسع 1000 سرير في مدة 7 أيام فقط. غير كذا منظمة الصحة العالمية والآن المرض انتشر إلى أمريكا، أستراليا، برازيل، كندا، فرنسا وإلى آخره واليابان. فإحنا نتكلم على أكبر دول العالم اللي راح تعمل مع بعض إن شاء الله على أساس يلاقوا هذا اللقاح أو الفاكسين. طيب تكلمنا كثير صح عن موضوع فيروس كورونا، ولكن هذا لأنه في لخبطة وفي فهم مش موجود بشكل مباشر. إيش اللي خلى كورونا مخوف أو الناس تخاف منه؟ الفيروسات عادة بتنتقل من حيوان إلى حيوان بس أو من إنسان إلى إنسان. بتجيك الإنفلونزا قح قح بيجي للإنسان الثاني بس ما بيروح للحيوان، الحيوان قح قح ما بيجي للإنسان. لكن فيروس كورونا بعد اكتشافه العلماء لسه ما يا الله قاعدين يدرسوه شوية شوية شوية، لسه ما تعرفوا عليه كويس، إلا في 3 شهور فقط تطور وتحور وتغير حتى أصبح عنده المقدرة أنه ينتقل من الحيوان للإنسان، وما يزيد الطين بلة أنه ينتقل من بين الإنسان للإنسان، وهذا مما أدى إلى انتشاره بشكل جدا كبير وانتشاره في دول العالم. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك ويعني. لكن مع ذلك إذا التزمت بالأشياء اللي قلناها، التزمت بالنظافة الشخصية وغيرها، إن شاء الله أنت سليم من كل شيء ولا تخاف، لأنه في كثير من الوبائيات اللي صارت زمان وتم حلها من غير مكان في تجمع عالمي كذا كبير. يعني قبل لا أنسى بعض الأشياء اللي ممكن تقوي المناعة، فيتامين دي وسي واليود اللي ممكن تلاقوها في الليمون في بعض الأعشاب الطبية أو ممكن تأخذوها من أجل تقوية المناعة. زي ما قلنا الحالات اللي حصل لها وفاة هي حالات ضعيفة المناعة من كبر في السن أو أطفال أو غيرهم بأسباب أمراض مناعية وضعف المناعة، فممكن تقوى مناعتكم بعض العلاجات اللي ممكن تأخذوها بوصفة طبية وغيرها من الأشياء اللي تتجنبوها، المصافحة والاستحام والملامسة وغسل اليدين وأشياء كثيرة تكلمنا عليها. نقطة أخيرة، الفترة الأخيرة جت إنه قاطع المنتجات الصينية، خلونا ما نتكلم على الأسباب الشيء، لكن كان السبب إنه كورونا وإنه ممكن ينتقل. زي ما قلنا في بداية الموضوع إنه الفيروسات ما بتظل في الهواء، يعني برا ما بتظل، بتموت. بعض الفيروسات ساعة ساعتين ممكن تبقى، 3 ساعات إلى يوم يومين إلى الآن، مو فيروس كورونا لكن
جميع الفيروسات أو أغلب الفيروسات هذه مدة الحياة اللي تقدر تعيشها برا جسم مخلوق حي، يا إما أنها تروح تعيش في بكتيريا، يا إما أنها تروح تعيش في حيوان أو في جسم إنسان، بالنهاية تروح تعيش في جسم مخلوق حي، لا يمكنها أنها تعيش بالفراغ. عشان كذا الجمادات، الجوالات، الكمامات اللي الحين الناس كلهم خايفين منها، المواد اللي جاية ما فيها خوف، لأنها ما راح تنتقل عن طريقها. مجرد الفيروس ما يطلع برا جسم الإنسان واستمر لمدة، يعني أسوأ فيروس ممكن يستمر لمدة يومين فحيموت، بس مجرد ما يوصل لعندك بيكون مات، أو قبلها بيكون دخل في جسم إنسان. أرجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. فلا داعي للخوف، وعيشي بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طلق بنت انت اتخضيت ايوه على طلق بنت انت اتخضيت ولا اتخضيت ولا حاجه على طلق بنت انت اتخضيت يا سلام.